إن الذين آمنوا والذين هادوا. مين والذين هادوا؟ اليهود والصابئون. الصابئون يا أخواننا دول قوم كانوا على فطرتهم وما كانش ليهم دين يتبعوه، يعني قريبين كده من أهل الفترة، ما كانش ليهم رسول يتبعوه أو دين يتبعوه. اسمهم الصابئون، قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونهم. والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده بالنسبة لمين؟ الناس دي اللي قبل ما يسمعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود اللي في زمان موسى اللي آمنوا بموسى وماتوا على ذلك دول مؤمنين. النصارى اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بعيسى وماتوا على ذلك دول مؤمنين. إنما بعد ما جه النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما ينفعش، لازم يؤمنوا بمين؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية دي في سياق من آمن منهم قبل أن يعرف ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو عمل اللي عليه، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح، فهم المسلمون في ذلك الوقت. يعني أتباع المسيح في زمان عيسى عليه السلام هم المسلمون في ذلك الوقت، وأتباع موسى في زمان موسى هم المسلمين في هذا الوقت، وأتباع شعيب في زمان شعيب هم المسلمين في ذلك الوقت. لكن بعد ما جه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش حد يقول لك أنا مؤمن بنبي غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا لسه قايل لك ده لو سيدنا موسى نفسه موجود كان هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت كتابع لسيدنا موسى أولى أن تكون تابعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هو الرسول الوحيد اللي أرسل للبشرية كلها. كل رسول حتى سيدنا عيسى حتى سيدنا موسى كان مرسل إلى قوم معينين بس، يعني سيدنا عيسى ما كانش للناس كلها لا، ولا سيدنا موسى، كان قوم معينين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، للجن والإنس، يعني للي هو في أفريقيا وفي أستراليا وفي أمريكا الجنوبية وفي العرب، كل دول عليهم أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالقرآن وبالكتاب دينا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن قرآنا منزلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مين اللي يؤمن بده؟ كل الناس، إلا مين؟ مفيش إلا، بدون استثناء. واللي مش هيؤمن ويمشي على هذا الطريق يكون كافرا يستحق الخلود في نار جهنم. دي عقيدة الإسلام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا عمر وقال له اذهب فنادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم مات ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. يبقى هذه الآية في سياق من لم يسمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه حالهم؟ فلا خوف عليهم، مفيش خوف عليهم من اللي هم يستقبلونه، ولا هم يحزنون، مش هيحزنوا على اللي فاتوه من الدنيا من أولاد أو أموال أو نحو ذلك.